يوم الحلا واليوم تزز الاستقالة يوم الحلا يوم الحلا يوم الحلا واليوم تزز الاستقالة. الزعماء والشهداء ومن كان وراء القتلة ومن دبر ومن خطط، وأن سنحقق النصر والنصر سيكون مبين. كلنا منسجمون، كلنا اليد في اليد، كلنا على عهدنا لإخراج البلاد من الوضع المتربي الذي آلت فيه، واللي بفعل فاعل، والذين فعلوا ذلك هم الحكم. ولذا فالمطلوب من نحن جميعا كأفراد شعب وكلجنة جبهة الإنقاذ وكقوى تقدمية وقوى ديمقراطية أن نبقى متضامنين، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. هذه الكلمة التي أردت أن أقولها، وبالطبع فلابد أن نحيي روح الشهداء التي ترفرف اليوم فوق هذه الساحة، وأن نقول لهم
أننا على العهد وأننا معكم وأن النصر حليفنا إن شاء الله، ومن ينصره الله فلا غالب له.